بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة هنتكلم فيها عن النادي الاهلي، هنرد فيها وبكل قوة عن كل الاكاذيب والشائعات المغرضة ضد النادي الاهلي. لكن في البداية ما تنساش افضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا الصلاة على الحبيب، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تعال نخش على اول فقرة معانا، وكوميديا خالد الغندور. عايز بس اواسي كابتن خالد الغندور، اقول له معلش خيرها في غيرها يا كابتن خالد، تزعلش يا كابتن خالد، اوعى يحصل لك حاجه كابتن خالد، الفلوس بتروح وتيجي، اهم حاجه صحتك، اهم حاجه اعصابك، اهم حاجه ضغطك وسكرك يكون مظبوط. النهارده المحكمه الاقتصاديه بتقضي النهارده بحكمها في قضيه خالد الغندور والاستاذ عبد الناصر زيدان، بعد ما اتحكم لخالد الغندور بنص مليون جنيه تعويض في القضيه بتاعه اغنيه بليه الدلدول. النهارده بعد الطعن على حكم المحكمة، النهاردة بيتم الحكم بغرامة فقط 20,000 جنيه وإلغاء الحكم الصادر بنص مليون جنيه. ده مش مشكلة بالنسبة لي ولا معلق على أحكام القضاء، ولكن تصريح خالد الغندور بقى ده اللي ممكن تحطه كده تحت الكوميديا السوداء أو الكوميديا المضحكة اللي ممكن تموت حد من الضحك. قال إيه الكابتن خالد الغندور؟ قال لك لو هتقارن بين فيريرا وموسيماني مفيش وجه مقارنة، مفيش أي مقارنة خالص ما بين الاثنين. فيريرا ده واحد من أفضل 20 مدرب على مستوى العالم، ده مش بس كده، فيريرا ده أدي جوزيه بتاع الأهلي ده 3,000 مرة. فيريرا أدي جوزيه 3,000 مرة. أنا اللي بقول لكم بقى، أنا خالد الغندور جهبز الجهبزة وعبقري العباقر. قال لك فيريرا ده في البرتغال زيه كده زي حسن شحاتة، انما جوزي ده مدرب على قد في البرتغال يعني ما حدش يعرفه، انما فيريرا ده حاجه تقيله قوي 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 قوي. فيريرا ده البروف. ازاي يا جدع ما تقولش كده يا عم خالد غندور؟ بس يعني ربنا عرفوه بالعقل. فيريرا يا جماعه مدير الفني الجهبذ العبقري اللي ما فيش منه اتنين واللي ما جابتوش ولاده، بيكسب اسوان اللي بيلعب في الدرجه الثانيه في الدور قبل النهائي في كاس مصر بالحكام، وإلا كانت هتبقى بني عبيد تانية، موقعة بني عبيد التانية. فيريرا اللي مفيش زيه وما جابتوش ولادة بيكسب نادي الداخلية اللي في الدرجة التانية، برضو بيكسبه بالحكام وبعرق الحكام مش بعرق شيكابالا ولا بعرق لعيب الزمالك، وبرضو كل حاجة بتمشي بالحكام، لا أداء ولا مستوى ولا اي حاجة في اي حاجة. ويطلع يضحك علينا خالد الغندور ويقول لك اصل فيريرا مفيش زيه اتنين. فيريرا اللي مع نادي الزمالك في بطولة افريقيا في 3 ماتشات في دوري ابطال افريقيا في مجموعة صنفت هي المجموعة الاضعف في دوري المجموعات في بطولة دوري ابطال افريقيا، خسر مباراة وتعادل مباراتين ولم يحرز اي هدف خلال 3 مباريات، خلال 3 ماتشات معرفش يجيب جون يوحد ربنا، معرفش ياخد 3 نقاط في مباراة، معرفش يكسب ماتش في 3 ماتشات بتلعب فرقتين محدش يسمع عنهم حاجة، ومع هذا ما قدرتش تكسبه. النهاردة الدنيا بايظة ومفيش اداء ولا في مستوى، وفرقة الداخلية لو انت ما تعرفش تشيرت الزمالك ابيض ولا احمر في اسود هتقول اكيد الفريق بتاع الزمالك ده هو الفريق الاحمر في اسود، اكيد يعني الفرقة التانية تعبانة خالص. ولكن الغريب ان الاستوديو التحليلي اللي ياما سلخوا فيه موسيماني، ياما غسلوا فيه موسيماني وهاجموا موسيماني، نهاردة الاستوديو التحليلي بدل ما يتكلموا في الفنيات واداء الزمالك السيء والرديء والمتراجع، لا ده بيهنوا كابتن فاروق جعفر بابنه. نهاردة ولأول مرة في حياتي يبقى الاستوديو التحليلي مجرد عن ان 3 قاعدين بيهنوا في والد لاعب لمجرد انه جاب جون. سيف فاروق جعفر لعيب كويس وربنا يحفظه يا رب ويبقى حاجه المستقبل للكره المصريه، لكن مش للدرجه دي يا جماعه. يعني اتمنى ان انتوا تكيلوا بنفس المكيال. كنت بتنتقد موسيماني كان بيكسب نادي الزمالك بال5 وتلاقي محمد فضلي طالع ينتقده، موسيماني بيكسب بطولات وتلاقي محمد فضلي يقول لك مش مشكله يا عيب موسيماني ومشكلته مع النادي الاهلي انه بيكسب بطولات. طب انت عايزه يكسب ايه؟ يكسب بنك الحظ؟ يكسب طبقين بليله فوق اللعبه؟ ما تعرفش يعني. نجح الاخرون فيما خططوا اليه. بالمناسبه موسيماني متواجد في قطر للتوقيع
لأحد الأندية القطرية مقابل 320 ألف دولار راتب شهري، وأيضا للتوقيع مع شبكة البين سبورتس القطرية لتحليل مباريات كأس العالم في قطر 2022. طيب تعال نروح للسيد أمير مرتضى منصور. أمير مرتضى منصور قال حاجة النهاردة لو أنا زي ما فهمتها تبقى مصيبة، كارثة، على غرار كارثة خطاب النادي الأهلي في نهائي أفريقيا. أمير مرتضى قال لك احنا عندنا مشكلة مع اتحاد الكورة بخصوص الجوابات والخطابات زي النادي الأهلي بالظبط، بس مش عاوزين نقول هي ايه هي والموضوع هو عشان نحل مشكلتنا، بس لو ما اتحلتش هنعلن. وانا زي بابا بالظبط في الشدة شديد وفي القوة قوي. واضح ان الموضوع يخص نادي الزمالك في مشكلته بموضوع المحكمة الرياضية الدولية. نادي الزمالك يعني تحت شعار بالصوت العالي، هناخدكم بالصوت العالي. الزمالك عنده قضية في المحكمة الرياضية الدولية تم صدور فيها قرارات بأحكام نهائية في قضية ماريتيمو وسبورتينج لشبونة البرتغاليين. فأمير مرتضى عايز يلبس الليلة، عايز يلبس الليلة لمين؟ للزبون. مين الزبون؟ اتحاد الكرة المصري. ازاي يا ميرو؟ قال لك الاتحاد هنطلع نقول ان الاتحاد ما بعتش لينا جواب يقول لنا ان احنا علينا احكام نهائية للمحكمة الرياضية الدولية. طب يا جماعة هي الاحكام دي كانت امتى؟ الاحكام دي كانت في شهر اكتوبر وشهر نوفمبر 2021. 2021 ديت يعني كان رئيس نادي الزمالك السيد مرتضى منصور ومجلسه كان المجلس متحل، كان تم حل المجلس، ما كانوش لسه رجعوا، وكان اللي موجود ليبو ليبو الله يا لبيب. معنى كده ان اتحاد الكورة بعت لحسين لبيب وعرفوا ان في قرار بإيقاف القيد للزمالك فترتين قيد بسبب ماريتيمو وبسبب سبورتنج لشبونة، وان دي احكام نهائية وانك معاك لحد شهر 3 ترد عليهم، معاك شهر ترد على المحكمة الرياضية الدولية تدفع، ومعاك لشهر 3 عشان خصم النقاط. نادي الزمالك لا رد، لا من فوق ولا من تحت، ولا دفع المستحقات المالية اللي عليه. فالنهاردة أمير مرتضى رمى كارت، عايز تقول عليه كارت تخويف او تحذير، مش عايز اقول الارهاب في الكباب ولا الكباب في مش عارف ايه، واخد بالك؟ يعني لو الموضوع ما تحلش بقى يا ولكو يا سواد ليلكو، يا سواد ليلك يا ارمط جمال يا علام، يا سواد ليلك يا ارمط. الزمالك عنده مشكلة جواب مع نادي، مع اتحاد الكورة اللي هو 30/6 الجاي. لو المشكلة بتاعتنا ما تحلتش هنوريكم النجوم في عز الدهر. سيدهاتكم موجودة، كل واحد معروف عليه ايه، فلموا نفسكم ولموا الدور وشوفوا لنا صرفة وشوفوا لنا حل للمشكلة بتاعتنا، لان مشكلتنا لو ما اتحلتش هتزعلوا، هتزعلوا زعل وحش كمان. قال ايه بقى امير مرتضى تاني؟ قالك انا مش عارف ليه ماتش القمة هيقام بتحكيم اجنبي، وهل في احد الاندية اعترض على الحكام المصريين ولا لا؟ وهل انا لو طلبت بحكام اجانب للماتشات بتاعه الفريق بتاعي هيتوافق عليها ولا؟ عزيزي المشاهد المحترم، احنا ضاع من عمرنا كتير، اجيال ورا اجيال وعصور بتسلم عصور، وفي مظلوميه ثابته عبر التاريخ والقرون ان نادي الزمالك دائما مظلوم مظلوم مظلوم. الزمالك يا حرام بيتظلم من الحكام المصريين الوحشين، وان سبب رئيسي في حصول الاهلي على البطولات هم الحكام الظلمة، الحكام الغير عادلين، الحكام اللي يعني حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. يا جماعة احنا لك الله يا زمالك، لك الله، والله احنا بنحارب كوكب، كوكب كامل اسمه كوكب الكرة الارضية، بمجموعات بقى الكرة بالمجموعات الشمسية والكواكب الأخرى وأيضا ما وراء الطبيعة، كل ده يا فندم ضدنا ضدنا. فتمر الأيام وتمر السنين وما زال المشجع الزملكاوي عايش في الوهم،
او هو معيش نفسه وهو عارف الحقيقه ايه، بس هو معيش نفسه. زي ما قال عمرو بيت درديري، قال لك احنا بناخد حقنا تالت ومتلت، انتوا فاكرين ان احنا بنتظلم فعلا؟ لا، احنا بناخد حقنا تالت ومتلت، بس بندعي المظلوميه عشان ناخد اكتر. ناخد اكتر، هتاخده هتاخده. فالاستاذ امير مرتضى النهارده المشرف العام على الكره ونجل رئيس نادي الزمالك التاريخي كما يعتبره الزملكاوي، السيف والاسد والدرع، النهارده بيقول لك انتوا ليه جايبين حكام جايب، انتوا ليه مكبرين الموضوع يا جماعه؟ هم الحكام المصريين قصروا معانا؟ مالهم الحكام المصريين؟ هو الطرف الثاني اشتكى من الحكام المصريين ولا حاجه؟ يا نهار اسود، يا نهار اسود. يعني الزمالك اللي معيشنا في كربقاليات ومظلوميات ولطميات بقاله قرن من الزمن على فكره ان الحكام المصريين بيظلمونا، جايين النهارده تقولوا لي انتوا جايبين لي حكام اجانب؟ اه، لان الواقع والحقيقه عزيزي وصديقي المشجع الاهلاوي المحترم ان الزمالك لا يكسب الاهلي الا في حضور وحضره الحكام المصريين، لا ينقذ الزمالك الا حكام الاحتواء. مش معنى كده ان الزمالك عمره ما كسب الاهلي بالحكام الاجانب، لا، بس لو عملناها نسبه وتناسب كل 4 ماتشات الاهلي بيكسب 3 والزمالك 1، كل 10 ماتشات الاهلي بيكسب 7 ماتشات وبيتعادل ماتشين ويخسر ماتش من نادي الزمالك، لو عملناها نسبه وتناسب في وجود الحكام الاجانب. في حضرة الحكام المصريين لو قلنا كل 4 ماتشات هتلاقي الاهلي بيكسب ماتش، يتعادل ماتشين، والزمالك بيكسب ماتش بالحب. بالحب، انا ما نضيع في الاوهام حبه، واخد بالك؟ وعمره كمان. فما شاء الله النهارده المشرف العام على الكوره بيقول لك احنا مش عايزين حكام اجانب، انتوا جايبين لنا حكام اجانب ليه؟ طيب تعال نروح لعمرو اديب في اول تعليق ليه بعد رحيل بيتسو موسيماني. قال لك موسيماني لحد النهارده ما كانش مد كلمة انه هيمشي من النادي الاهلي، هو مشي ومعاه عرض تاني وهياخد اللي كان بياخده في الاهلي واكتر. لا يا استاذ عمرو، هو هياخد ضعف المبلغ اللي كان بياخده في النادي الاهلي. النادي القرن اللي فوق الجميع هو اللي طفشه، لان ضغوط ادارة الاهلي وضغوط جماهيره لا تطاق. وقال عمرو اديب بالنسبة لاشرف بن شرقي، هنبيع اشرف بن شرقي ازاي واحنا ما عندناش غيره وما فيش غيره هو اللي بيلعب مع نادي الزمالك ومحدش غيره بيلعب وبيكسب نادي الزمالك، هنبيعه ازاي ويروح الاهلي ازاي؟ يبقى احنا كده بنستغني عن قوة نادي الزمالك لصالح المنافس. رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور كان له تصريحات ايضا بخصوص الحكام وبخصوص اشرف بن شرقي، قال برضو الناس بتهاجم الحكام المصريين معرفش ليه مع ان مستواه متحسن كتير جدا عن الاول. وقال بالنسبة لاشرف بن شرقي ده لاعب كبير وبعتبره زي احمد وامير ولادي، وبقول له تعالى براحتك وتعالى وهنقعد مع بعض وما تخافش، ده انا حتى قلت لهم نعمل لك حديقة باسمك في نادي الزمالك عشان لما تيجي برضو يبقى لك حاجة تاريخية في نادي الزمالك. عايز اقول لك يعني الزملكاويه اتمنى ان انتوا يعني تفكروا شويه جمهور نادي الزمالك، حاولوا والله العظيم. يعني الموضوع انا عارف ممكن يكون في صعوبه انك تشغل دماغك، في صعوبه، لكن حاول حاول، مش هتخسر حاجه. الزملكاويه يا جماعه مشيرين صوره الموسيماني وهو ماسك تيشيرت السد القطري وعمالين يشيروا موسيماني ضحك على الاهلي وراح درب السد القطري وادي صوره التوقيع. هو لو دقق في الصوره هيلاقي ان موسيماني اصلا لابس تيشيرت تدريب النادي الاهلي. ناحيه الشمال هتلاقي شعار النادي الاهلي، الناحيه اليمين اللوجو بتاع الشركه الراعيه لتيشيرت النادي الاهلي. لكن الناس دي ما بتفكرش، ما هي هتعب نفسي على ايه يا عم؟ احنا هنقعد نفكر، احنا بقالنا 100 سنه بيضحكوا علينا وقلنا الزمالك بيخسر بالحكم. ماشي يا عم، الزمالك بيخسر بالحكم والاهلي بيكسب بالحكام، ووكاله الاهرام هي اللي بتخلي الاهلي يكسب، وفلوس البلد هي اللي رايحه للاهلي وهم اللي بيكسبوا عشان خاطر فلوس البلد رايحه لهم، وموسيماني كان بيكسب بالعفاريت. هو ما بيشغلش، هو مش عايز يشغل دماغه، بيستسهل، مش ناقص يفكر ويعمل ملاحظات والكلام ده. لكن الصوره المتداوله الان هو موسيماني في قطر وهيوقع لنادي قطري وغالبا هيكون الرهين القطري، لكن مش السد القطري، لان السد الصوره اللي انتم بتداولوها ديت اللي هي دي اهي يا جماعه اهي، دي كانت بعد ماتش نهضه بركان في السوبر الافريقي، كان في تكريم من نادي السد القطري ل بيتسو موسيماني ومنحه التيشيرت ده، كان عليه رقم 10 واسم بيتسو موسيماني. بمناسبه رحيل موسيماني، اسلام علوي ده واحد من الناس الزملكاويه على السوشيال ميديا،
اسلام علوي كان طول فتره تواجد موسيماني كان شايف ان موسيماني ده بيكسب بالعفاريت وبيكسب بالحظ، هو مدرب بتاع حظ وبتاع سحر وشعوذه. لمجرد ان موسيماني مشي قال ايه بقى اسلام علوي؟ قال لك رحيل موسيماني عن الاهلي خطا كبير. يا ابني مش ده اللي ما كانش عارف حاجه؟ يا ابني مش ده اللي كان بيكسب بالعفاريت وبس؟ يا ابني مش ده من وفقا لدراساتك واستنباطاتك وبتنجاناتك هو ده اللي كان بيكسب بالعفاريت؟ طلع تقول خطا كبير ليه؟ قال لك اتمنى ونفسي يجي الزمالك. والله مش امنيه اسلام علو بس، عايز اقول لك ان 80-90% من مشجعي الزمالك يتمنوا ان موسيماني يكون بكره في النادي بيوقع لنادي الزمالك. لكن هرد عليهم واقول لهم ان السيده مويره كان ليها تصريح قبل كده وقالت ان موسيماني لن يدرب الا النادي الاهلي في الكره المصريه، واعتقد ان الزمالك مش هيقدر يدفع لموسيماني الرقم اللي كان بياخده مع النادي الاهلي. ابراهيم سعيد فتح النار عليه. ابراهيم سعيد قال لك كفايه كده على شيكابالا. وبالمناسبه المتابع للسوشيال ميديا هيجد ان ده راي ناس كتير في السوشيال ميديا الزملكاويه، ان شيكابالا كفايه على كده، احنا بنحبك يا شيكابالا، ده كلامهم، وانت يا شيكابالا نجم كبير ورمز كبير، لكن اعتزل وانت واقف على رجلك، لان خلاص خلاص الموضوع بقى مبوخ قوي. فابراهيم سعيد قال لك كفايه على شيكابالا كده، يعتزل افضل، المستوى الفني والبدني صعب تعتمد عليه الفتره القادمه اساسيا، الا لو تواجده مجرد تكريم، يعني بيكرموا شيكابالا قبل ما يعتزل الموسم الجديد. خلصت اخبارنا، ما خلصتش حكايتنا، استنى كل رايكم وتعليقاتكم. شكرا لكم.